بنرحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة أنه من أكتر الحاجات اللي تتأثر بالتغيرات المناخية هي المياه والأنهار. في أنهار بالفعل شهيرة في العالم بدأت تتأثر، وفي كمان منابع بدأت تختفي وبدأت تجف. فهنا بيجي تساؤل كده في ذهن أي حد بيسمع الكلام ده، هل هيجي علينا يوم وتبقى مثلا أي مكان دلوقتي أو أي نهر من الأنهار الشهيرة ممكن بالفعل تختفي وممكن تجف زي ما تابعنا مع حضراتكم كده في وادي حيتان؟ العلم عند الله، لكن بكل تأكيد إذا استمر ارتفاع درجات الحرارة أو ارتفاع درجة حرارة الأرض أكيد هيكون في تأثير بشكل كبير جدا على الأنهار والمحيطات على الكوكب، على كوكب الأرض بشكل عام. طب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لإيطاليا. الحقيقة إنه إيطاليا تعرضت السنة دي لأقوى موجة جفاف حصلت من 70 سنة في المناطق المحيطة بنهر البو. البو هو أطول أنهار إيطاليا. ده كان سبب طبعا رئيسي في تلف وتدمير 30% من إجمالي محصول الرز. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. أوروبا لم تكن بعيدة عن التغيرات المناخية، بل على العكس، أوروبا الخضراء تتحول، الجفاف يضرب أنهارها ومحاصيلها تتلف في أسوأ موجة جفاف تشهدها عدد من دول القارة التي يسيطر عليها شبح التغيرات المناخية. موجة أجبرت إيطاليا على إعلان حالة طوارئ مناخية بالمناطق المحيطة بنهر البو، أطول أنهار إيطاليا، الذي يعاني من أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً، بعد انخفاض كمية الأمطار في تلك المنطقة بمقدار النصف منذ نوفمبر الماضي، فضلاً عن انخفاض كمية الثلوج بنسبة 70%، ما أدى إلى منع تدفق المياه في البحيرات وتدمير 30% من إجمالي محصول الأرز الإيطالي. أيضاً نهر التبر الذي يتدفق عبر وسط إيطاليا وارتبطت به أساطير روما الخالدة ينتظر هو الآخر مصيراً غامضاً بعد توقعات بجفافه بسبب التغيرات المناخية وانخفاض منسوب مياه النهر لأقل مستوى له منذ سنوات، لدرجة هددت المراكب التي تسير فيه بالجنوح وظهرت آثار جسور كانت تحت مياهه قبل قرون. ولم يتوقف الجفاف على الأنهار، بل طال أكبر بحيرات إيطاليا جاردا وماجوري لدرجة كشفت عن شواطئ صخرية لم تكن مكتشفة من قبل، وأجبرت تلك الموجات بلديات المدن الإيطالية على فرض قيود على استخدام المياه. وتفاقمت الأزمة مع تسجيل خزانات توليد الطاقة الكهرومائية الإيطالية مستويات منخفضة على نحو غير مسبوق، لينخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 50% حتى منتصف عام 2022. تلك الموجة القاسية ليست نهائية، حيث توقع الخبراء أن العام المقبل قد يكون أسوأ، وأن درجات الحرارة سترتفع وموجات الجفاف يمكن أن تستمر لفترة أطول من المعتاد، وذلك بسبب تفاقم آثار التغيرات المناخية.